علم النفس، العمل والتنظيم، تخصص يدرس بقسم علم النفس بجامعة الجزائر 2، وهو علم يغلب عليه الجانب التطبيقي، يساهم في تنظيم العمل وتطويره. تفاصيل الموضوع مع ظاهرة بومريجا. بناء بيئة عمل خصبة تساهم في تطوير فريق العمل على كافة الأصعدة، وكذا زيادة المردودية، هو ما يتم السعي إليه. وعلم النفس، العمل والتنظيم هو علم يدرس الجوانب النظرية والعلمية للسلوك في بيئة العمل، أي علاقة الإنسان بالآلة وبالآخرين. علم النفس، العمل والتنظيم تخصص من تخصصات علم النفس بصفة عامة، وهو تخصص يعنى بدراسة وتحليل سلوك الفرد والجماعة داخل مؤسسات العمل. وكانت التسمية السابقة لهذا التخصص علم النفس الصناعي قبل 1980. بعد 80 أصبح يسمى علم النفس، العمل والتنظيم. لماذا؟ لأن هناك تغيرات على المستوى النظري فرضت تغيير هذه التسمية. علم النفس، العمل والتنظيم هو أحد فروع علم النفس، يغلب عليه الجانب التطبيقي، يبحث بالأسلوب العلمي عن أسباب المشكلات التي من خلالها يتم تكوين الحلول، وهو تخصص يتم تدريسه بجامعة الجزائر 2. الآن اليوم تدرس التخصص بوحدات مختلفة. أنا كمختص أدرس وحدة اسمها السلوك التنظيمي، وهو دراسة سلوك الإنسان داخل العمل، أي نحاول أن نفهم ما هي العوامل التي تدفع بالعامل لأن يكون منتج أو يكون مرتاح في عمله، أو بالمقابل ما هي العوامل التي تجعل منه غير منتج أو غير مرتاح في مكان عمله. معرفة مستوى أداء الفرد تحت ظروف العمل الفيزيقية المختلفة، وكيفية تنظيم العمل والتوفيق بينهما لدى العامل وصاحب العمل بغية تحقيق الإنتاج الجيد مع أقل الحوادث، هو ما يتم استنباطه من خلال هذا العلم. علم النفس، العمل والتنظيم وتشير الموارد البشرية يعمل على أنه يعني باش تكون إنتاجية وتكون استمرارية في المؤسسة. كيفاش يعمل على انه باش تكون انتاجيه واستمراريه؟ بتوفير كل يعني كما يقول لك كل وسائل والبيئه المناسبه للعامل على انه باش يعمل في ظروف موائمه. اي مؤسسه الان تحتاج ولا تسعى لاثبات نفسها هي الاستغلال الجيد للمورد البشري. هذا الاستغلال الجيد يجب ان يكون انطلاقا من العامل المناسب، المنصب المناسب او العامل المناسب في المنصب المناسب. هذا كامل هو من اختصاص العمل التنظيمي، الاخصائي النفسي داخل المؤسسه او داخل المنظمه، الذي يفهم جيدا والذي يفهم جيدا بعمق امكانيات هذا العامل او هذا الفرد. مثل هذه التخصصات العلميه تمكننا من اختيار أفضل الخبرات المتاحة وجعل مكان العمل مثالياً، فكل فرد يلعب دوراً أساسياً في المضي قدماً نحو واقع أفضل.